الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نواصل في هذا اللقاء ما ابتدأنا به من قراءة لهذه النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي الأندلسي رحمة الله عليه، التي كتبها لولديه، وتضمنت من العلم النافع ومن الوصية الناتجة عن عالم واع بشريعة الله عز وجل، فقدم هذه النصيحة لولديه، وبقيت هذه النصيحة لينتفع بها أهل الإسلام، وما ذلك إلا كما قلنا لارتباطها بالوحي الباقي المحفوظ بحفظ الله عز وجل، وهذا من بركة هذا الوحي المبارك، فالله عز وجل جعل هذا الكتاب مباركا، ومن آثار هذه البركة أن ما ارتبط به من العلم فيبقى والنفع به يحصل. وقلنا هذه النصيحة كتبت قبل أكثر من 1000 عام من تاريخنا اليوم، ومع ذلك نحن نقرأها ونجد لها نفعا وأثرا وثمرة وفهما، وهذا أثر العلم الصالح والنافع الذي يرتبط بالوحي المحفوظ بحفظ الله عز وجل. وكنا قرأنا المقدمة التي قدم بها المؤلف، ورأينا ما فيها من العلم وما فيها من الحكم وما فيها من الأصول العلمية التي قربها لولديه رحمة الله عليه. ثم وجدنا أنه بعد تلك المقدمة التي بها أصل تلك الأصول، ثنى بمحفزات فتح القلوب لقبولها، وابتدأ بالقضية الأم والأساس، وهي إيقاف الإنسان أمام تلك المسؤولية العظيمة بين يدي ربه عز وجل، وأن الإسلام عقد وأن الحياة عقد، فالإسلام عقد بينك وبين الله، وأنك خلقت لأمر عظيم جسيم كبير، الله عز وجل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، ويسر لك السير على ظهر هذه الأرض وذللها لك، وجعلك مورداً لهذا الأمر العظيم هو وحي الله جل جلاله، فأنت مورد للوحي. أما أن يعيش الإنسان لغير هذا الوحي فليعلم أنه يعيش لغير العقد الذي أبرمه مع ربه عز وجل. فالعهد الذي أخذ علينا والذي أخذه الله علينا، وإن هذه الديار المقدسة المعظمة وهذه المشاعر تذكرنا بذاك العهد العظيم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة،
واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا العهد وهذا العقد وهذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم في هذا المشعر العظيم وجاء من خبر أبي فيما صح عنه في ذلك العهد أن الله عز وجل قال للناس يوم أن قبلوا وأقروا قال سأشهد عليكم السماوات السبع، قالوا أقررنا. قال سأشهد عليكم الأراضين السبع، قالوا أقررنا. قال سأشهد عليكم الملائكة، قالوا أقررنا. قال فقال يا آدم قم واشهد على ذريتك، فشهد آدم على ذريته بأنهم أقروا بأن يفوا بذلك العهد الذي أخذه الله عليهم. قال أبي فقال الله عز وجل سأرسل إليكم رسلي وأنزل عليهم كتبي يذكرونكم بهذا العهد والميثاق، والله أوفى الأوفياء، ذكرنا بهذا في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرنا به. فحديث ابن عباس تضمن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العهد والميثاق. وفي القرآن ذكرنا الله به فقال عز من قائل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا العهد والميثاق الذي وقفت الذرية بعد أن هذا الإنسان صار روحا في صلب الأب الأول آدم، فاستخرج الله تلك الذرية في عالم الأرواح وأشهدها، وبعد أن أقرت أرجعها الله عز وجل إلى صلب آدم، وعندما أقروا كان ذاك الإقرار هو الفطرة التي فطرت في قلوب العباد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فإذا هذا الأصل العظيم وهذا العهد الذي يبين لنا أنك خلقت لهذه المهمة فأنت مورد للتكليف، وأما أن يجعل الإنسان غاية حياته غير هذا المقصد فأنت تعيش لغير العقد الذي أقررت عليه ووافقت وقبلته وعاهدك الله وعاهدت الله على أن تفي به في حياتك. فإذا الإسلام عقد، وأن الإنسان يملك كل ما أعطاه الله عز وجل لربه، وأن يكون ذلك كله موردا لهذا التكليف ليحقق مراد الله عز وجل في حياته كلها. فإذا هذا هو الأمر الذي خلقت لأجله. فلما كان الأمر بهذه الكيفية فإننا نرى الإمام الباجي رحمة الله عليه عندما يذكر ولده بهذه النصيحة، فبأي شيء يبدأ في قضية النصح يوقفهم أمام هذه المسؤولية ويذكرهم بهذا العهد والميثاق، ثم يثني بعد ذلك بالدوافع الغريزية والدوافع التي يعني مما غرز في الإنسان ويعتبر من يعني من العواطف والمشاعر، فيذكره بالأبوة ثم يذكره بقضية
حال النسب والعائلة، لكن يبتدئ بالأساس والأصل. ثم بعد ذلك رأينا كما مر معنا في الدرس الماضي أنه يخبرهم بأنه قسم النصيحة إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالصورة المباشرة لذاك الوحي والتكليف الرباني، وهو ما يتعلق بأمر الدين. وكما قلنا فإن من يتربى على هذا الدين ومن يفهم هذا الوحي فيدرك أن الإنسان المسلم إنسان أخروي لا إنسان دنيوي، فإذا ابتدأ بهذا الأمر وهو ما يتعلق بأمر الدين، ثم ثنى ما يتعلق بأمر الدنيا، ما يتعلق بأمر الدنيا. ثم عندما ابتدأ بالقسم الأول فإنه ابتدأ بذاك الترتيب العظيم بالطريقة الربانية التي نزل بها الوحي، وبالطريقة النبوية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالطريقة القرآنية ابتدأ نزول القرآن بقضايا الإيمان، لأن هذا الأصل به يصلح عقلك وقلبك ويكون سليما ويكون سليما. فلذلك القرآن ابتدأ بقضية الإيمان، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تعليمه وتربيته فإنه ابتدأ بقضية الإيمان، وذكرنا الدليل على ذلك والشاهد عليه من حديث جندب ابن عبد الله الذي رواه ابن ماجه في سننه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب حزاورة، قال: فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. فإذا هذه الطريقة النبوية في تربية هذه النفس وتزكيتها. فرأينا كيف أن الإمام الباجي رحمة الله عليه ابتدأ هذه الوصية فيما يتعلق بالجانب المتعلق بأمر الدين، ابتدأ بقضية الإيمان. وكنا وعدنا في نهاية درسنا الماضي أن نقف وقفة مع قضية الإيمان إذا كانت هي بهذه المكانة وبهذه الأهمية وبهذه الرتبة، من حيث أن البدء بها والانطلاق منها وصلاح النفس يبدأ ببنائها، ببناء قضية الإيمان. فما هي هذه القضية وما هو الطريق للوصول إليها وما هي المظاهر التي تدل على وجودها وما هي الثمرة التي يجدها الإنسان بعد أن يؤدي تلك المظاهر؟ أما قضية الإيمان، والمقصود الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بالله جل جلاله، يكثر كلام العلماء في ذلك، ولكن لضيق الوقت وحتى نصل إلى لب وجوهر هذه الكلمة، وأن نصل أيضا إلى لب هذه الكلمة بما يعطينا طريقا للعمل من خلاله للوصول إلى قضية الإيمان. فقضية الإيمان هي اتباع دلائل وحجج وبراهين، اتباع الدلائل والحجج والبراهين والآيات البينات التي في آيات الله المنظورة وفي آيات الله المسموعة المقروءة للوصول إلى المعرفة الحقة بالرب جل جلاله، والوقوف على إنعامه ونعمه وخيراته.
إذن هو اتباع الدلائل والحجج والبراهين والآيات التي جاءت في آيات الله المرئية وفي آياته المقروءة المسموعة. فهذا الإنسان يتبع هذه الآيات وهذه البراهين وهذه الحجج ليكتمل في قلبه العلم بالله جل جلاله، ما له من العظمة، ما له من القدرة، ما له من كمال العلم، ما له من كمال القوة، ما له من كمال الحكمة، ما له من كمال الرحمة، وأن يعرف أن الإنعام كله من عند الله. فهذا الاتباع لهذه الدلائل بهذه الطريقة إذن هو تفكر إعمال العقل، لأن الإيمان كما قلنا قضيته أولاً وأعظم ما يكون قضيته مرتبطة بإصلاح هذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذن هذا هذه الدلائل والبراهين والآيات هو إعمال للعقل مع هذه الدلائل واتباع العقل لها في أي توجه؟ في أن يكتمل في هذا القلب العلم بالله، والمعرفة لهذا العظيم الجليل بما يؤسس قضيتين. القضية الأولى ما لله عز وجل من الجلال والعظمة والكبرياء، والثانية ما له من الإنعام والإحسان لهذا الإنسان، وأن الخير كله من عنده. فأعظم ما ينتج عن هذا البناء والأساس لما ينتج عن هذا البناء نتيجتين عظيمتين. الأولى وهي أول ما يدل على أن الإنسان بنى الإيمان بناء صحيحاً شكر المنعم. ولذلك تقرر عند علماء العقيدة والإيمان أن أول واجب وأعظم واجب على الإنسان نحو ربه شكر المنعم، لأنه بهذا العلم وبهذا الوقوف من خلال الدلائل والبراهين يدرك أن إنعام الله عليه سابق لكل عمل يكون منه، ويدرك أن كل نعمة في الوجود وكل نعمة يتقلب فيها البشر وكل نعمة يتقلب فيها فالله معطيها. فأول نتيجة شكر المنعم، الأمر الثاني الذي يأتي في هذه المسألة، قلنا الآن الدلائل يتجه بها في اتجاهين: الأول ما لله من العظمة والجلال والكبرياء في كمال علمه، كمال قوته، كمال حكمته، كمال غناه جل جلاله، والثانية فيما يتعلق بالإنعام. ففيما يتعلق بالإنعام فمباشرة يكون أول قضية تخرج مباشرة من الإنسان شكر المنعم، هذه واحدة. أما الثانية وهي الاستجابة والتسليم للحق والحقيقة التي أخبر الله عز وجل عنها، هذه الاستجابة وهذا التسليم. ولذلك أعظم ما يكون بعد ذلك الدخول على هذا الوحي من هذه البوابة، أن الإنسان يقبل على الوحي وهو يعلم أن هذا الوحي من عند الحق جل جلاله، من عند العليم جل جلاله، من عند الحكيم جل جلاله، فيعلم أن الحق في هذا الكتاب وفي هذا الوحي، وأنه لا يمكن أن يجد هذا الحق
في مصدر إلا في هذا المصدر الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فيقبل على هذا الوحي من هذه البوابة العظيمة، وهي بوابة المستجيب لهذا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأصل الثاني الذي يبدأ ويظهر في هذا المؤمن، إذا هو شكر المنعم ثم أنه أقبل على هذا الوحي على أنه كتاب الحق، وأن ما فيه الحق، وأنه مصدر الحقيقة. فإذا أقبل الإنسان على هذا الأمر بهذا الطريق، فإنه بعد ذلك، وانتبهوا، يصبح الذي يشغله ما هو؟ وهو كيف يستطيع أن يكون قائماً بهذا الحق على الوجه الذي يريده الحق جل جلاله. هذا تفكيره كله، كيف أستطيع أن أكون على حال وعلى سلوك ترضي الحق وهي مراد الحق جل جلاله. كل تفكيره في هذا الأمر، أين هو من الحق، أين اقترابه من الحق، أين منزلته من هذا الحق، كم طبق من هذا الحق. فتصبح هذه القضية هي حقيقة محل التفكير. ولذلك نقول الإنسان، هذا الإنسان المسلم الذي مضت عليه بعد دخوله في سن التكليف سنة واثنين وعشرة وربما 20 و30 و40 ووصل إلى 60، هل وقف يوما واحدا وفتح ورقة وكتب وسجل ما يفعل في يوم واحد من بعد استيقاظه من نومه إلى أن يعود في آخر ليله لينام؟ سجل كل ما يفعل ورأى، هل أنا فعلت في ذلك كله كما يريد الحق وكما يريد الحق جل جلاله؟ وهل عرفت حكم الحق في كل تلك الأمور وكنت متبعا لها؟ كم سيفاجأ الإنسان أن كثيرا مما يفعل هو لا يعرف لما فعل ذلك، وأين مكانه من قول الحق سبحانه وتعالى. فلذلك يصبح هذا الأمر حقيقة هو الذي يسيطر على تفكير المؤمن، أين هو من السلوك والأفعال التي تتفق مع الحق الذي جاءه من عند الحق، والتي تجعل الحق جل جلاله يرضى عنه. ويصبح هذا مظهرا لهذا الإنسان المؤمن. ولذلك رأينا كيف تمثل في حياة الصحابة رضوان الله عليهم وفي حياة السلف الصالح، ولا أبلغ من تلك الكلمة التي قالها الحسن البصري حين قال: منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة، ما نطقت بكلمة، ولا مددت يدي إلى شيء، ولا خطوت خطوة حتى وقفت ونظرت، فإن كان يرضي الله أقدم، وإن كان لا يرضي الله أحجم. وقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام العالم سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. يقول: إذا أردت أن تحك رأسك وتعلم أنك لو بحثت ستجد هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتوانى في البحث عن ذلك. فإذا هذا المظهر من مظاهر الإيمان. أيضا يجد هذا المؤمن في نفسه أنه يدرك أنه باتباعه للحق الذي جاء في الوحي أنه اختار طريق الهداية
لا طريق الجناية، ويجد في نفسه ذاك الميل، فأحب ما يكون عنده أن يتعلم علم الوحي، وأجمل ما يكون أن يسمع الوحي، وأحسن ما يكون وأوثق ما يكون حين يعمل بالوحي ويجد أنه قد طبق الوحي، فعندها يجد أن ذاك الأمر وهذا تجد حاله. فلذلك تجده دائما قريبا من العلم، دائما قريب من الوحي، دائما ما يردده على لسانه إنما هو الوحي. فإذا هذا مظهر، فتجد ارتباط هذا الإنسان بقال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تجد هذا الإنسان يفكر دائما، لأن الوحي يذكره بأن بعد الحياة حياة، وأن هناك سؤال ومحاسبة، فلذلك دائما مسؤوليته. المسؤولية أين؟ المسؤولية بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله سيحاسبه ويسأله. فكل ما يشغله في باب المسؤوليات يتفكر في ذاك الموقف العظيم وذاك السؤال من الرب جل جلاله، فعندها يهون عليه كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء يهون، رضا من يرضى وسخط من يسخط، فقضيته الأم هي هذه المسؤولية العظيمة، أنه موقوف بين يدي الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلذلك كل الذي يشغل ذهنه في باب المسؤولية، مسؤولية الوقوف بين يدي الله عز وجل، فهذا الذي يشغله. هل إذا لقي الله سيرضى الله عنه؟ هل إذا لقي الله وسأله هل سيجد أنه يقدم حجة مقبولة بين يدي ربه عز وجل؟ إذن هذا مظهر الإيمان. أما الثمرة التي سيجدها المؤمن والنتيجة من هذه المظاهر إذا سلكها، فإننا نذكر نتيجة واحدة وثمرة واحدة هي أعظم الثمار، وهي التي تدل على أن الإنسان يعيش حياة الإنسان، يعيش حياة أنه إنسان، هذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله وفضله الله على كثير ممن خلق. ما هي؟ أنه يعيش الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ويعيش السعادة واللذة. والإنسان خلقه الله عز وجل على خلقة تدفعه قوة الحب نحو الحرث والهم لتحصيل النافع ودفع الضار، ليجد اللذة في ذلك فيسعد السعادة. فيعيش الإنسان في دنياه تلك الحياة، وهذه السعادة ترتبط في الدنيا بثلاثة أمور حين يتحقق إشباعها، على صورة تحقق النفع الصحيح وتدفع الضر الصحيح. فإنما يتمتع به الناس في الدنيا إشباع هذه الملذات الثلاث، وهي اللذة العلمية العقلية، واللذة الحسية، واللذة التخيلية. وليس في الدنيا إلا هذه الأنواع من الملاذ. اللذة العلمية العقلية استمتاع الإنسان أنه عرف الحق
ووصل إلى الحقيقة. واللذة الحسية بما يتلذذ به من الأشياء المحسوسة، المطاعم والمشروبات ومتع الدنيا والدار والدابة والزوجة وغير ذلك والأولاد، هذه من المتع الحسية. والمتعة التخيلية، فإن الإنسان يتلذذ بذلك، ومن ذلك الشعور بالكرامة، الشعور بالوجاهة، هذه من اللذة التخيلية المعنوية. هذه أنواع الملاذ. المؤمن يتلذذ بها في الدنيا، لكن أعظم ما يكون تلذذ المؤمن أول ما يكون في ترتيب هذه الملاذ والقياد لمن فيها. إن قادت الإنسان اللذة الحسية فهو أقرب إلى البهائم وإلى الحيوانات، وإن قادته اللذة التخيلية فهو أقرب إلى الجنون، وإن قادت هذه الملاذ اللذة العلمية العقلية هذا هو الإنسان. فالإيمان يوجد فيك أول ما يوجد هذا الترتيب، ويجعل عندك أن أعظم شيء تستمتع به هو لذة العلم، لذة الوصول إلى الحقيقة وإدراك الحق. ولذلك من كفر بالله أبداً أبداً لا يشعر بهذه الطمأنينة، وكلما اقترب من مفارقة الدنيا يظهر له خداع إبليس ونفسه الأمارة، ويظهر عليه ذاك القلق وذاك العتب في نفسه، ويجد من الخوف لما هو مقدم عليه، بينما تجد المؤمن كلما اقترب من مفارقة الدنيا يظهر أثر ترتيب تلك اللذات، فتجد عليه تلك الراحة والطمأنينة لما يريد أن يذهب إليه. فهذه اللذة العلمية عندما تقود هذا الإنسان، ويستشعر الإنسان أن ما وصل إليه الحق. ولذلك هذا المؤمن لو أنه سمع قول الله في أمر ما، لو وقف أهل الأرض كلهم من أولهم إلى آخرهم في جهة، وأن ما جاءه من عند الله وهو لوحده في جهة، لما شعر بالتردد أبدا، ولما فقد تلك الطمأنينة وتلك الثقة التي يجدها في قلبه من أنه على الحق وهم على الضلال. هذه الطمأنينة التي يوجدها الإيمان هي ألذ ما يعيشه الإنسان في هذه الدنيا، وأمتع ما يعيشه حين يكون إنساناً، حين يكون إنساناً وفق تلك الفطرة السوية التي خلقه الله عز وجل عليها، وما غطى عليه إبليس بران على قلبه وحجب عليه تلك الرؤيا. فلذلك هذا الإيمان هذا فعله، وعندما يعيش الإنسان بهذه الطريقة فهو يعيش في جنة الدنيا التي من لم يعشها لن يدخل جنة الآخرة. من لم يعش جنة الدنيا الحياة الطيبة القائمة على تحقيق الإشباع بهذا التوازن بين هذه الملذات الثلاث، بهذا الترتيب في القياد، فعندما يعيش الإنسان بهذا الإيمان وفق تلك المظاهر التي أشرت إلى أكبرها، فعندها ستكون هذه الثمرة، فلنحيينه حياة طيبة، فيعيش جنة الدنيا، وهي الثمن الذي يشترى به جنة الآخرة، جنة الآخرة. فإذن هذه قضية الإيمان، وهي بهذا الأمر. طبعا هنا يأتي
قضية الإيمان وهي التي ابتدأت ودخلها الإنسان من باب العلم بالله سبحانه وتعالى لكي تدخله على هذا الوحي من بوابة الاستجابة ومن بوابة القبول للحق ومن بوابة ذاك النظر على أنه أكمل ما يكون حين يطبق الحق، وعلى أن الذي يشغله كيف يكون على حال ترضي الحق، وعندما يشغله ذاك الموقف العظيم حين يسأله الله عز وجل عن قيامه بالحق والتزامه بالحق. فإذا بدأت تلك المظاهر تظهر في حياة الإنسان، فما الذي ستجده بعد ذلك؟ وهو أن يعيش الإنسان الحياة التي أحسن، الحياة التي أحسن، وهذه هي الغاية التي الله عز وجل لأجلها خلق الكون بهذا النظام وأنزل التشريع بهذا النظام لكي تعيش العيشة الأحسن. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيريدك الله أن تكون الأحسن، وأن تعيش الحياة الأحسن، وأن تكون على الحال الأحسن، والاختبار من الذي يصل إلى الحال الأحسن. هكذا يريدك الله أن تعيش هذه الحياة، فتعلم أن هذه غاية وهدف، وأن التنافس في أن تعيش الأحسن، والسبق في الآخرة لمن عاش في هذه الحياة الدنيا على أحسن ما يكون حين يتبع وحي ربه جل جلال. وكيف يحقق الإنسان الحياة الأحسن والعيشة الأحسن؟ فإن الله جل جلاله جعل محور ذلك والأصل الكبير لتحقيق هذا الأمر كلمة التقوى. كلمة التقوى فهي الكلمة الجامعة التي كل خير يخرج منها، ودفع كل شر ينطلق منها. فما هو المراد وعمق تلك الكلمة التقوى؟ التقوى هو ذاك الأمر الذي يستقر في قلبك فيجعل فيه أبلغ الاحترام لوحي ربك جل جلاله. هذا هو عمق التقوى، أن تملأ قلبك من خلال العلم بالله فينشأ في هذا القلب بالغ الاحترام، بالغ التعظيم، بالغ الإجلال لوحي الله. إذا سمعت قال الله فكأنك لا تسمع شيئا من أحد إلا ما سيتلى عليك من قول الله. إن قال الله يا أيها الذين آمنوا، كأن الله ما خاطب بذلك من البشر كلهم إلا أن، وكأنه لا يعني هذا الخطاب أحدا إلا أن، وأنه يعتريك من الوجل والخوف والرهبة أن يأتي أمر الله ولا تستجيب له. إذا وجدت هذه المعاني فهذه هي التقوى، بالغ الاحترام، بالغ الإجلال، بالغ التعظيم لوحي رب السماء جل جلال. فهذا معنى التقوى. فإذا وجد هذا المعنى في قلبك واستقر في أعماق هذا القلب وتجذر فيه، وأصبح هذا الأثر يمتد على كل جزء من أجزاء حياتك، فإذا تحول ذلك إلى واقع في حياتك، فعندها ستدخل في مسمى ثاني اسمه الاستقامة. فما هي الاستقامة؟ أن تعيش الدين،
أن تعيش مراد الله في كل حياتك. فإذن الإيمان أدخلنا إلى قضية قبول الحق والخضوع للحق، والخضوع للحق جعلنا ندرك أن الحق يريد بهذا التشريع الذي أنزله أن نكون الأحسن، أن نكون الأحسن، وأن التنافس في أن نكون الأحسن. كيف نكون الأحسن بهذا التشريع؟ لا بد من أن نؤسس بالإيمان التقوى. فالتقوى ما هي؟ أننا نعود لنتعلم العلم بربنا بما يجعل هذه القلوب تنظر إلى وحي الله بأبلغ الاحترام والتقدير والتعظيم والإجلال. فإذا وجد ذلك، إذن هنا الآن نحن غرسنا التقوى. فما هو الأثر الذي سيكون لهذه التقوى؟ أنها تخضع كلما قويت بناء التقوى ستجد امتدادها في التأثير على ماذا؟ على أكبر مساحة من حياتك وأعمالك وتصرفاتك أن تخضعها للأحسن. وكيف تخضعها للأحسن؟ تخضعها لمراد الله. فعندما يتحقق ذلك في حياتك فأنت دخلت في وصف الاستقامة، فاستقم كما أمرت، وهذا هو الصراط المستقيم. فإذا هذه الكلمات العظيمة التي لها هذا الترابط الوثيق بين قضية الإيمان والتأسيس، طبعا عندما يدخل الإنسان في الاستقامة هنا كما قلنا خضعت كل الحياة، إذن فيكون جمع بين ماذا؟ بين الإيمان والعمل، بين الهدى والعلم النافع. ولذلك يقول الآجري رحمه الله: من تأمل القرآن وتدبر كتاب الله وقرأه بالتفكر فإنه يجد أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين، وأنه ما أخبر أنهم من أهل الجنة إلا أنهم عندما جمعوا بين الإيمان والعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما الذي سيجعلك ديدنك عمل الصالحات؟ هو ذاك الإيمان. وما الذي سيجعل هذه الأعمال صالحات؟ هو الإيمان. واضح؟ فإذن هذا الرب يقول: وقد وجدت ذلك في 56 موضعا من كتاب الله جل جلاله. فإذن هذا الرب بهذه الصورة والطريقة، إذن هو يبتدئ من أين؟ من هذه القضية العظيمة، قضية الإيمان، حين تبنى على ماذا؟ على اتباع الدلائل والبراهين والحجج والآيات التي جاءت في وحي ربنا جل جلاله، وهي منظورة مشهودة في هذا الكون. فكم أمرنا الله بذلك: قل سيروا في الأرض فانظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهنا نقول: لا بد أن ندرك أنه مع التلقين وبعد التلقين لا بد من التدبر والتفكير. أما أن نظن أن العلم هو كم تحفظ وكم في صدرك، فليس هذا والله. لذلك جمع الله بين العلم والتزكية، وجعل أكبر غايات إنزال هذا القرآن هو التدبر والتفكر، وهذا هو المقياس، وهذا هو الطريق في بناء هذا الإيمان. وهذه من المظاهر التي يجدها الإنسان
بإيمانه بربه جل جلاله، بإيمانه بربه جل جلاله. لذلك نجد القرآن في الفترة المكية هذه قضيته الأم، وأحكمت فيه هذه القضية، ولذلك ما ينشأ بعد ذلك من خضوع إنما هو لهذه القضية. فهذه قضية الإيمان. نكمل بعد ذلك ماذا قال أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه في نصيحته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين. القسم الأول هو التصديق بأركان الإيمان. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك. قال فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، لا ينفع، فإن من فقد الإيمان، لأن الله عز وجل أخبر عن أهل الشرك، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وجعل أيضا من الأمور التي يرد بها العمل أيضا ماذا؟ إذا قدم الإنسان العمل الصالح ثم ماذا؟ ثم امتن به بعد أدائه، فهذا من الأسباب أيضا التي يرد بها العمل. ما دليله؟ قول ربنا عز وجل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أعطيت صدقة لإنسان وأحسنت إليه، ثم بعد فترة جاءك وتقول له قولا تشعره بالمنة عليه بما فعل، فهذا الخلق السيء ذكر الله أنه الآن الأول الكفر والشرك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بالكفر والشرك. الثاني ما هو؟ بالمنة، المنة على يعني على من أحسنت إليه وقدمت العمل له، فالمنة تكون سببا في إبطال العمل. والثالث ما هو؟ الرياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، واضح؟ فإذا هذه ثلاثة أمور بها يكون إفساد العمل وإتلاف عمل الإنسان وإن كان ظاهره من الأعمال الصالحة. فالحذر من الشرك، والحذر من المنة، والحذر من الرياء، والحذر من الرياء. فلذلك فيقول هنا بأن الإيمان بالله عز وجل وجوده سببا في رفع العمل الصالح. ذلك أساس كلمة أساس الإيمان الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي التي بها يرفع العمل الصالح ويقبل عند الله عز وجل. ثم يقول إذن هنا الآن ابتدأ بهذه القضية الأساس، ثم بعد ذلك انظروا أيضا بعد أن ذكر قضية الإيمان فإنه لم ينتقل مباشرة إلى قضية العمل، وإنما أسس للمصدر الذي الإيمان يبنى عليه كمصدر للعلم بهذا الإيمان، وهو أيضا مصدر للعمل. فذكر المطلب الرئيس وهو الإيمان، ثم ثنى بماذا؟ بالمصدر الذي يكون من طريق أو عن طريقه وبه يبنى هذا الإيمان، وأيضا يدخلك إلى ما بعد الإيمان وهو العمل الصالح. فما هو هذا الطريق؟ هو الوحي، كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الترتيب أيضا اللطيف، القضية ثم من أين تبنى وكيف تبنى. ولذلك ما ابتدأ بقضية الكتاب والسنة،
وإنما ابتدأ بالمطلب ثم جاء بالكتاب والسنة ليبين الوظيفة التي يؤديها الكتاب والسنة، وهو بناء الإيمان وتعليمك العمل الصالح. فبالكتاب تبني الإيمان، وبالكتاب تتعلم ما هو العمل الصالح. نعم. حفظ القرآن والعمل به والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على حفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. هنا عندما جاء لقضية القرآن نرى كيف جمع الأدب في التعامل مع القرآن. ليست قضية القرآن أن يقرأ فقط، وليست قضية القرآن أن يحفظ فقط، بل القضية الأعظم أن نتدبر القرآن، وأن نتيقن حقائق القرآن، وأن نخضع لأوامر ونواهي القرآن. الطريق نعم القراءة، الحفظ يعين على أن تستمر في هذا التدبر في كل وقت وعلى كل حال لما تحفظ، لكن أن نظن أن حق القرآن أن نقرأ وأن نحفظ وانتهى الأمر ليس صحيحا، بل إن انتشار ذلك وشيوعه وأن يظهر في الناس كثرة القراءة أو الحفظ مع عدم التدبر هو شرط من أشراط الساعة. قال ابن مسعود لأصحابه: إن كنتم في زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه فظاهر الأرض خير لكم من باطنها، وإن كنتم في زمن كثير قراؤه قليل فقهاؤه فباطن الأرض خير لكم من ظاهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم طريقته مع أصحابه في تعليم القرآن ما هي؟ 10 آيات يتعلمون ما فيها من العلم ويعملون فينتقل بهم إلى غيرها، واضح؟ فلذلك، وهذا لا يعني أن صد الناس أن يحفظوا وأن يقرأوا، ولكن لا بد أن نفهم وندرك أن مع القرآن لا بد التدبر والفهم. فلذلك الحقوق نحو القرآن التي لا بد أن نتذكرها دائما ونحفظها ونحاسب أنفسنا عليها ونذكر الناس بها، الحقوق نحو هذا القرآن الذي أمرنا الله أن نقوم بهذه الحقوق، وحذرنا من أن نهجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه الحقوق 4، أولها اقرأ القرآن واسمع القرآن وأسمع القرآن، هذا الأول، 3 أفعال: أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع غيرك القرآن. أن تقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاقرأوا ما تيسر منه، أمر من الله. أن تسمع القرآن، قال أحد الغايات بل أولها التي لأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الناس القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يسمعهم القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. أن تسمع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذن هذا الحق الأول. الحق الثاني ما هو؟ التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر والتذكر. الحق الثالث
الإيمان، الإيمان، فإن هذا الكتاب لا ينتفع به إلا المؤمن، أما من لم يؤمن بحقائق القرآن لا ينتفع بهذا القرآن. فالقرآن جعله الله هدى لمن؟ للذين آمنوا. الحق الرابع العمل والخضوع لما جاء في القرآن. فإذن هذه الحقوق الأربعة لهذا الكتاب. فنجد هنا أبو الوليد الباجي يذكر ولده بهذه الحقوق نحو القرآن، من القراءة والجد والمثابرة ثم المواظبة على التفكر، ليست مرة، مع كل قراءة تفكر، ثم الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. إذن هذه الحقوق التي لهذا الكتاب العظيم. نعم. التمسك بالكتاب والسنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن ذكر الكتاب والسنة، ثم جاء بالحث والحظ على هذا التمسك، فجاء بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينجو إلا من تمسك بالكتاب والسنة، وأنه كيف جاء يعني هذا الحظ العجيب، عضوا عليها بالنواجذ، أي أن الإنسان يتمسك حتى لا ينفك عنهما، عن الكتاب والسنة. نعم. طاعة الرسول ومحبته. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه، واثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلاك والشر، من الهلك والشر. طيب، إذن هذا الكلام أيضا حقيقة الوافي والجميل في أن يتفكر الإنسان في منطلقات الطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا هو التأسيس في قضية الإيمان بالله جل جلاله، ومن مقتضيات الإيمان وجوب الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من مقتضيات الإيمان، لأن الإيمان بالله عز وجل يلزم منه طاعة من أمر الله عز وجل بطاعته. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، لأننا إن قلنا نؤمن بالله فإذا لا بد أن نطيع الله، فمن طاعة الله أن نطيعه في أمره الذي أمرنا به أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي قال لنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهو الذي قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو الذي قال لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن إن كنا نؤمن بالله نطيع الله، فإن كنا نطيع الله نطيع من أمر الله عز وجل بطاعته، فالله أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التأصيل الذي جاء في قضية الإيمان، فهنا أيضا يزيد الأمر ترسيخا وإثراء حتى يغلق أمام هذه النفس أي هاجس وأي شبهة تصرف الإنسان عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف
فيبين ماذا؟ أنه قد نصح، قد نصح لنا، نصح للمؤمنين، وأن منطلق النصح إنما هو الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه صلى الله عليه وسلم على الناس. كما قلنا بعد أن قضية الإيمان بينها وبين العمل الطريق الذي يدخلك في الإيمان والطريق الذي يدخلك على العمل هو الوقوف مع الوحي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى بعد ذلك بمن ينقل هذه السنة وبمن يبلغ هذا الكتاب وبمن يقرب المعنى المراد، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا لنا السنة، ومن بعدهم من التابعين والعلماء منهم هم الذين يقربون ويفهمون مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه والمراد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء بعد فذكر لهم بعد ذكر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الوقوف مع أصحابه رضوان الله عليهم وما لهم من الحق من الحب لهم والتقدير لهم وحسن الظن فيهم، ثم العلماء، ثم الحق في قضية الاقتداء والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء رحمة الله عليهم. فماذا قال في نصيحته لولده في هذا الأمر؟ نعم، محبة الصحابة، وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم، وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، واعتقد الجميل فيما واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فمن لم يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوة، وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. إذن هنا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم ربطهم بقضية أساس، وهي قضية حسن النظر وحسن الظن، وإعطاؤهم المكانة، وربطها بقضية الإيمان وهي قضية الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لهم جميعا لعمومهم وليس لبعضهم دون بعض، فإنهم رضوان الله عليهم حقهم أن يحبوا، وأن الثناء من الله عز وجل جاء لهم جميعا، والثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لهم جميعا، وإن كان لبعضهم فضل أعلى من البعض لكن الفضل حاصل لهم كلهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالمقصود الجميع، محمد رسول الله والذين آمنوا معه، المقصود الجميع. فلذلك إذن هو خطاب أو حق نحو جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون المؤمن كحال أهل البدع. فلذلك جاء بتلك القضية والتي مثلت عند البعض شبهة وأثرت فيهم، وهي قضية ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم من الخلاف والقتال. فلذلك يقول يأمر ولديه بأن يكونوا منهم حسن النظر إلى ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يكون ذلك سببا في بغض بعضهم ومحبة البعض، وإنما يحمل ذلك على أحسن المحامل. نعم،
توقير العلماء والاقتداء بهم، ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم، والاقتداء بهم، والأخذ بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، والتحفظ لأقوالهم، واعتقاد إصابتهم. بمعنى، إذن هنا الآن هذه الآن الحقوق هي تابعة لما لكل ما ذكر، لأن العناوين هذه ليست من صاحب الوصية، وإنما هي من المحقق قسمها وضع هذه العناوين. أما الكلام فهو متصل، فلذلك التعظيم لحقهم والاقتداء بهم فهو داخل فيه الصحابة ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، العلماء التابعين ومن بعدهم. فطبعا لأن الإنسان محتاج إلى القدوة والأسوة، وما من شك أن القدوة الأساس هي القدوة المعصومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سواه ومن عداه إنما يقتدى به بقدر موافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعند المفارقة لهدي النبي فلا يكون بمكان القدوة والأسوة. فإذن القدوة التي أمرنا الله عز وجل بطاعتها على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كل من سواه فإن الطاعة مقيدة باتباعه للحق وطاعته للحق، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل الحق الذي أمره الله عز وجل به، لذلك هو في حقه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الباطل، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم إن وقع منه الاجتهاد الذي لا يريده الله فيبين الله عز وجل ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهذا هو صلى الله عليه وسلم، وهذا حقه في الطاعة والاقتداء. أما من سواه ومن عداه فإن اتباعهم بحسب موافقتهم للحق.